السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فرأي الزمان وليه لأقليمكم من كبير عناية وشديد اهتمام، ولما حطناه به دائما من متوالي الرعاية، فقد اقتضى نظرنا السديد أن نولي عاملا على إقليم أزيدان خديما الأرض السيد محمد العطفاوي لما نعلمه فيه من ولاية لشخصنا وتعلق بعرشنا وعرش أسلافنا، ولما نعرفه فيه من قدرة على الاقتراع بالمهام التي أسندناها إليه وأنطناها بعهدته، فنأمر أن يسعى السعي الذي لا يكبر ولا ينقطع لتنفيذ ما نرسمه من خطط ونتخذه من تدبير لفائدة إقليمكم وتحقيق أهدافنا ومقاصدنا لصالح سكانه، كما نأمره أن يرقب أحوالكم عن كتب ويعنى بصغيرها وكبيرها ويسهر على شؤونكم سهرا تتوالى به ما نريده لكم من نعم سابغة وسعادة شاملة في الحال والمآل. وفقه الله وأعانه وسدد خطاه وسلك بكم جميعا أجمل المسالك وهداكم كافة لأقوم السبل وأحسن الطرق، والسلام.